السلام عليكم، اهلا يا فنانين. معكم مصطفى جلال من قناه تعليم الرسم. درس النهارده ان شاء الله هو اساسيات الرسم بالالوان الخشب. هنرسم دايره زي اللي رسمناها المره اللي فاتت، بس المره دي بالالوان الخشب مش بالرصاص. الادوات اللي استخدمتها في الرسم: الوان ماركه فيبر كاستل، لون ازرق بدرجاته ولون الاسمر، البرايه. والبراية دي شيء أساسي في الألوان يا فنانين، عشان كل ما كان القلم مبري كويس كل ما بانت نعومة التلوين في الرسمة. وزي ما احنا شايفين قدامنا برضو في ودانة أو سلكة ودان، ودي أفضل طريقة استخدمتها لدمج الألوان الخشب. دلوقتي احنا هنبدأ نرسم الأوتلاين بلون خفيف من درجات الأزرق، وإن شاء الله هندي طبقة بسيطة من اللون، وبعد كده هندي طبقات لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عاوزينها والألوان الخشب بتعتمد على الطبقات. طبقات الألوان من الفاتح للغامق درجات يعني. وأهم حاجة في الألوان الخشب هو إنك ما تسرعش إيدك وإنت بتلون، ما تبصش إن إيدي سريعة. أنا مسرع الفيديو إلى حد ما بسيط علشان ما طولش عليكم الفيديو. زي ما احنا شايفين بظبط الاوتلاين الخارجي، احط طبقات على الدايره كلها. هدي طبقه اغمق شويه. كل ما بتزود طبقات كل ما بتبان الدايره واقعيه اكتر، وكل ما بتبان ان هي مجسمه. طول ما انا سبتها اوتلاين بس فهي دايره عاديه زي اي دايره، لكن اما حطيت عليها في قلبها الظل ودرجات بدات تبان ان هي كشكل كتله او مجسم. ويا ريت تتابعوا اول باول معايا في كل درس بشرحه، ترسموا وتوروني على البيدج بتاعتي على الفيسبوك، وتنشروا شغلكم على الجروب. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. زي ما احنا شايفين قدامنا كل ما بزود درجات وطبقات بتبان الدايرة كأنها مجسم وواقعية أكتر. جبت درجة كمان غامقة عشان ازود طبقة كمان. اهم حاجة عشان تطلع الشكل الواقعي ان انت تغمق. غمق الاماكن اللي محتاجة تتغمق، هتلاقي الاماكن الفتحة نفسها ظهرت. بدأت الكرة تظهر. أتمنى تتابعوا معايا وترسموا وتوروني.
أكيد لاحظت فرق اللون لما بريت القلم بالبراية. بدأت الدائرة تظهر كأنها كورة مجسم. كده احنا بنعمل الظل، ظل الشكل. نزل نعمله باللون الاسود وهنحط عليه طبقة لون ازرق غامق عشان يبقى دخل فيه لون من لون الشكل اللي احنا بنرسمه. هستنى تفاعلكم الجميل وتعليقاتكم الجميلة على الفيديو. زي ما احنا شايفين سكت بالقلم الازرق الغامق، بدي طبقة خفيفة علشان يعني يبقى الظل فيه من لون الشكل نفسه. وفي نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكومنتاتكم الجميلة وشير بقى لأصحابكم ولكل حد عاوز يستفاد، وأتمنى تعملوا اشتراك للقناة.